مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. صحيفة في عدن تتساءل: هل أصبح اليمنيون غير قادرين على التنقل بين مدنهم ومناطقهم؟ وفي صحافة العربية: مقتل مغترب عائد من أمريكا على يد مسلحي الانتقال يثير ضجة شعبية. مصور فرنسي عمل في اليمن: الحرب في اليمن لن تنتهي قريبا. هل بات اليمنيون غير قادرين على التنقل بين مدنهم ومناطقهم؟ ولماذا أصبحوا متهمين في كل نقطة تفتيش بموالاة أطراف الحرب؟ وعدد آخر من الأسئلة طرحتها صحيفة عدن الغد، وجاء في تقريرها: لم تكتفي نقاط التفتيش تلك بالحد من حركة المسافرين ومضاعفة معاناتهم، بل إن بعض العناصر الأمنية غير المؤهلة والقائمة عليها تتسبب بانتهاكات بحق المواطنين المسافرين تتنافى وأبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التنقل. وقد يقود الأمر أحياناً إلى تسبب تلك العناصر باعتقال وربما قتل المسافرين نتيجة استفزازات أمنية لا داعي لها، أو طمعاً بما يحملونه من أموال أو بضائع أو غيرها. ولعل في حادثة مقتل الشاب اليمني المغترب عبد الملك السنباني الخميس في نقطة تفتيش أمنية بمديرية طور الباحة في محافظة لحج، تأكيداً على ما يعانيه المسافرون اليمنيون المتنقلون بين الشمال والجنوب، فهذا الشاب ما هو إلا نموذج لمئات بل ربما آلاف اليمنيين الذين يساءلون ليل نهار على أعتاب نقاط التفتيش ويمنعون من المرور، وقد يعتقلون ويحبسون ويقتلون. الكثير من المسافرين اليمنيين لا نعرف عنهم شيئا، قد يكونوا تعرضوا لما تعرض له الشاب السنباني من تقييد حرية التنقل واتهامهم بتهم هم منها براء تقودهم نحو الاعتقال والتعذيب والموت. كما يشير تقرير الصحيفة إلى من تعرضوا للظلم وهم في مدنهم، ويقول إن كثيرين تعرضوا للترحيل القسري من مدن عاشوا فيها سنوات طويلة ومارسوا فيها أعمالهم، كما حدث مع أبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في عدن وجنوب اليمن. وتتحدث الصحيفة عما أسمته اقتراح استحداث ممر آمن بين المدن اليمنية شمالا وجنوبا، حتى يتسنى لليمنيين البسطاء التنقل بكل أريحية وممارسة حقوقهم بحرية. إذا الشعب يوما ما، تحت هذا العنوان كتب السوري ممدوح حمادة مقاله في العربي الجديد، مستشهدا بواقعة حدثت في اليمن أيام حكم الإمام أحمد. وقال الكاتب: نتذكر قصة الضابط اليمني أحمد يحيى الثلاية، وقد كان قائدا للجيش اليمني في الخمسينيات، وتحالف مع الثوار الذين انتفضوا ضد حكم الإمامة وقاد انقلابا على الإمام أحمد الذي اتصف بالاستبداد، ولكن الانقلاب سرعان ما فشل نظرا لتعاون القبائل مع الإمام أحمد، وتم القبض على أحمد يحيى الثلاية. فسأله الإمام: كل شيء عندك، المال والسلطة وكل شيء، فلماذا تثور؟ من أجل الشعب. رد أحمد يحيى الثلاية فقال له الإمام: سأحضر الشعب إذن ليصدر حكمه عليك. وفعلا جاء الإمام بحشود من الناس، وعندما سألهم: ماذا نفعل بأحمد يحيى الثلاية؟ تعالت صيحات الجمهور من جنبات الساحة بحماس: اقتل اقتل اقتل. فما كان من أحمد يحيى الثلاية إلا أن جال بنظيره في الساحة وأطلق جملته: لعن الله شعبا أردت له الحياة فأراد لي الموت. ونفذ فيه حكم الإعدام. وإذا كان ذلك قد حدث باليمن في الخمسينيات من القرن المنصرم، فإننا الآن نكاد نرى هذا المشهد يتكرر بأشكال مختلفة، وكلما يحتاج الحاكم إليه يكرره. ففي الانتخابات يساق الناس إلى صندوق الزور ولا يتوانون عن الرقص بهذه المناسبة، وعند الحاجة لإظهار شرعية الطغمة يساق الملايين إلى الشوارع في مسيرات تأييد، تعبيراً عن وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة. فلماذا يوافق الشعب على لعب دور مجامع الكومبارس في تلك التمثيليات الهزلية؟ وهل يستطيع هذا الشعب أن يكون صاحب موقف موحد يؤهله للقيام بفعل إرادة الحياة؟ في
في دار التوجيه الاجتماعي بنين في صنعاء المعروف بسجن الأحداث قرابة 200 طفل في نزاع مع القانون، لا يعرفون لماذا أتوا وكيف وجدوا أنفسهم في هذا المكان مع آخرين يتشابهون في المصير نفسه. يتحدث عنهم موقع خيوط في تقرير بعنوان اليمن أطفال خلف القضبان. أنشئ دار التوجيه الاجتماعي للبنين عام 1978 والذي يعمل على احتواء الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون أو ما يسمى أطفال الأحداث أو الأطفال الجانحين. معظم القضايا التي تدخل إلى هذا الدار تشبه القضايا التي تدخل إلى السجن المركزي، ولكن فاعليها من فئة الأطفال. كثيرة هي قضايا الأطفال في دار الأحداث وتختلف من شخص لآخر، من السرقة والتحرش وممارسات غير أخلاقية وأيضا القتل والشروع به، ولكن وفقا لمدير الدار محمد العرافي تعتبر السرقة من أكثر القضايا التي يدخل بسببها الأطفال إلى دار الأحداث، إضافة إلى الممارسات اللا أخلاقية والتحرش والإدمان. أسباب كثيرة تدفع الأطفال لممارسات سلوكيات تجعلهم في خلاف مع القانون، وبحسب المختصين فإن العوامل الاقتصادية وتوقف صرف المرتبات هي أحد أهم العوامل الرئيسية المسببة في إيداع الأطفال للسجون، وكذلك التفكك الأسري وغياب الرقابة من الوالدين. يفتقر دار التوجيه الاجتماعي إلى أشياء كثيرة بحسب المدير محمد العرافي، أولها الميزانية التشغيلية التي توقف صرفها منذ العام 2014 إلى جانب توقف المنظمات الإنسانية واتجاهها منذ بدء الحرب إلى أعمال أخرى. وعلى الرغم مما يشكله الدار من أهمية كبيرة في تنشئة جيل هو أمل المستقبل، قصص الأطفال داخل السجن جانب مظلم يؤكد أنهم ضحايا لأهل ربما يكونون هم أيضا ضحايا نظرا للبيئة والظروف التي ينتمون إليها. تفاصيل صادمة يصعب تصورها لهؤلاء الأطفال. صاحب المبدأ أحبط أخيرا، تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن بجاش مقاله المنشور في موقع خيوط. رجل بكل معاني الرجولة خاض غمار التعب في حياته حتى تربع على قمة المبادئ بكل اقتدار، وخلال السنوات التي مرت ظل نموذجا باذخا لكل القيم الجميلة من شهامة ووفاء واعتراف بجميل كل من له جميل عليه. كان بالأساس موظفاً حكومياً وإلى أكثر الأحزاب يسارية انتمى، وعندما رأى أمامه الأولاد يكبرون والمرتب يتناقص أمام حاجياتهم كل يوم قرر بتوجس وخوف البحث عن مصدر رزق موازن للمصدر الرسمي أو ملجأ العجزة، الوظيفة كما أسميها. ظل ليالي يحدث نفسه، كيف أفتح دكاناً وأين أذهب بوجهي؟ سيقولون إنني أصبحت برجوازيا، حتى إذا ضاق رأسي بالأفكار ذهبت إلى من يمتلك عقلا أكبر مني، حدثته بنيتي وهواجسي وظللت أنظر إلى وجهه فإذا هو يتبسم. ظننت أنه يسخر مني ليأتي صوته كصوت خرير المياه، أفضل ما تفعل، ولكن سيقول لم يتركني أكمل، لا تفكر بهم المزايدين، هذا جهدك وعرقك، ليذهبوا إلى الجحيم. ما أسرده هنا ليس من ضرب الخيال، لولا أنني لم أستأذنه في أن أذكر اسمه. هنا يهم العبرة لمن يريد. مرت السنوات وهو يبذل الجهد الأكبر في الوظيفة والدكان، وبينهما جرت مياه غزيرة من الغمز واللمز كنت أتوجع لهما، ولولا أن صاحبي الكبير ظل يؤازرني لا أغلقته ليرتاح بالي. تحسنت أحواله كثيراً، وكلما هم بالتوسع خشيت الهمز واللمز، أكيد باع القضية ويمكن أن يكون مخبراً، إلى آخر الموال الذي فتك بكثيرين. على استحياء فتح دكاناً آخر في حي آخر في المدينة التي لا يزال يعيش فيها، لكن الهمز واللمز أدى إلى الإفلاس بسبب إهمالي وخوفي من كلامهم. دارت الأيام فإذا به تحت وطأة الهاجس والحياة بين عالمين، إلى تخليه عن مشروعه الشخصي الناجح ظناً منه أنه كسب المبادئ، ليفاجأ أن المبادئ والقضية كلها قد بيعت من قبل أصحاب المبادئ. أطلقت ميليشيا الحوثي سراح الفنان اليمني البدجي يوسف البدجي بعد 3 أيام من الاختطاف، وعلق موقع المصدر أونلاين. ميليشيا الحوثي تطلق سراح الفنان يوسف البدجي بعد 3 أيام من الاختطاف. اختطفت ميليشيا الحوثي الفنان البدجي من أمام منزله في صنعاء على خلفية مشاركته في برنامج ضيوف الفن والذي يبث على قناة يمن شباب الفضائية،
وفي وقت سابق أطلقت ميليشيا الحوثي تحذيرات للفنانين والممثلين تمنعهم من المشاركة في برامج لقنوات تعتبرها معادية في إحدى خطواتها للتضييق على الفن والفنانين في مناطق سيطرتها. يذكر أن الميليشيا أصدرت توجيهات بمنع الغناء في المناسبات والأعراس بعد منتصف الليل في مناطق سيطرتها. أثارت قضية مقتل شاب يمني مغترب في الولايات المتحدة الأمريكية على يد مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج جنوبي اليمن أثناء عودته لزيارة أسرته، أثارت ضجة شعبية كبيرة وحولت الحادثة إلى قضية رأي عام تفاعل معها الجميع في الشمال والجنوب على حد سواء. وتعنون القدس العربي: مقتل مغترب عائد من أمريكا على يد مسلحي الانتقال الجنوبي يثير ضجة شعبية ويحولها إلى قضية رأي عام. مصادر محلية قالت للصحيفة إن الشاب السنباني تعرض للتوقيف والتفتيش المكثف من قبل النقطة العسكرية التابعة لمسلحي الانتقال الجنوبي في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، وذلك أثناء سفره عبر البر بسيارة أجرة من محافظة عدن نحو منطقة أسرته في محافظة ذمار. وعندما وجد مسلح الانتقال الجنوبي بحوزة السنباني دولارات هي مدخرات غربته حاولوا سلبها منه بالقوة فامتنع عن ذلك ودخل معهم في عراك بالأيدي، وأشارت إلى أنه استطاع الإفلات منهم والهرب جريا على الأقدام نحو المناطق الريفية المحيطة بموقع النقطة العسكرية، ولكن مسلحي الانتقال الجنوبي لحقوا به وألقوا القبض عليه دون مسوغات قانونية، والذين قاموا لاحقا بإعدامه بدم بارد ومصادرة أمواله ولفقوا له تهمة العمل لصالح جماعة الحوثي. ذكرت مصادر في عائلة الشاب أن أخباره اختفت تماما وأغلق هاتفه عند وصوله للنقطة العسكرية في طور الباحة، وهم اضطر أحد أقربائه ممن كانوا يستعدون لاستقباله للتحرك بسيارته والسؤال عنه في النقاط العسكرية في محافظة لحج، حتى اكتشف أنه تم القبض عليه وتم إعدامه بتهمة العمل لصالح جماعة الحوثي. وأوضحت أن الشاب السنباني لا علاقة له بالحوثي ولا بغيره من المكونات السياسية اليمنية، فقد كان يعمل في سوبر ماركت بأمريكا وعاد إلى اليمن لزيارة أهله وأسرته، حيث وصل إلى مطار عدن الدولي وتوجه بعدها مباشرة باتجاه محافظة ذمار حيث تعيش أسرته. الفن في ظل الأنظمة الحاكمة، تحت هذا العنوان كتب محمد شرف مقاله المنشور في موقع المدن مضيفا: لا تحبذ الدكتاتورية على تعدد أشكالها ما يمكن أن يكون غامضا. سعى التيار النازي إلى استلهام الفن اليوناني والروماني الكلاسيكي، حيث رأى أدولف هتلر في الفن الكلاسيكي المظهر الخارجي لمثل عرقية داخلية، وفي حال كونه بطوليا أم رومانسيا فإن الرجل العادي يمتلك القدرة على فهمه. وبحسب مفهوم أي دكتاتورية في العالم فإن الفن يجب أن يكون واضحا وبسيطا ولا يحتاج إلى تفكير كثير من أجل فهم ما يريد الفنان أن يعبر عنه ومقبولا من قبل الجماهير، عدا عن أنه ضرورة اعتباره عنصرا مشجعا لبناء هيكلية المجتمع كما كان يعتقد. لكن في الحقيقة كان الفن مجرد سلعة تعكس رؤية الحاكم وأهوائه. لذلك افتتح هتلر بنفسه عام 1937 بيت الفن الألماني كما كان يسمى حينذاك، ودعا إلى أن يكون الفن في خدمة أيديولوجية الحزب الاشتراكي القومي العمال الألماني، كما يصرح الفنان كريستيان فيليب مولر الذي كلف بتقديم المشورة لبيت الفن في كيفية معالجة موضوع الفنون والدول والسلطة وعلاقته بالمتخيل الجماعي، ليصرح أثر عمله على ما كان مطلوبا منه أنها مهمة صعبة للغاية. في جولتنا بين الصحف الصادرة بالفرنسية نطالع جزءا من مقابلة أجراها موقع راديو فرنسا الدولي مع المصور الصحفي جيل كلارك الذي يشارك في المهرجان الدولي للصورة الصحفية بصور من تغطيته للصراع في اليمن. وردا على سؤال ما أكثر شيء أدهشك خلال رحلاتك المختلفة إلى هناك، أجاب المصور: كما ترون في بعض الصور يمكننا أن نرى سوء تغذية الأطفال بطريقة صارخة، ورؤية هؤلاء الأطفال في هذه الحالة من سوء التغذية الشديد هو تجسيد لهذه الأزمة. وعن الصور التي التقطت في مأرب قال: كانت مأرب منطقة أكثر سلاما،
هذا المكان وجد نفسه مطوقا بشكل تدريجي من قبل المتمردين الحوثيين، وعدد كبير من الناس الذين يعيشون في القرى المجاورة يفرون مع اقتراب هؤلاء المتمردين من مأرب. هل الحرب ليست على وشك الانتهاء؟ يقول المصور ردا على هذا السؤال: لا، للأسف لن تنتهي الحرب في أي وقت قريب في اليمن. ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق الآن هو حقيقة أنها أصبحت أكثر انقساما بين الميليشيات المتحاربة. يلخص المصور مشكلة اليمن اليوم بأنها التشرذم، كل نقاط التفتيش مختلفة عن بعضها البعض. عندما نكون في الميدان يجب أن نتحرك دائما، ويجب علينا الإبلاغ عن وضعنا. يتذكر العالم اليوم واحدا من أهم الأحداث التي غيرت وجه العالم، فصحيفة التايمز نشرت بالمناسبة تقريرا لمراسلها في واشنطن أليستير دوبر بعنوان 11 سبتمبر، الرجل الذي قال لبوش إن أمريكا تتعرض للهجوم. ومن خلال مقابلة مع أندرو كارد كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة جورج دبليو بوش، يستعيد اللحظات التي سبقت وتلت إخبار الرئيس الأسبق بأن أمريكا تتعرض للهجوم يوم 11 سبتمبر 2001. ونقل تقرير التايمز الذي ترجم لصالح البي بي سي أن الرئيس كان في حالة غضب شديد عند سماعه الخبر، ولكنه فقد أعصابه خلال الرحلة الثانية على متن طائرة الرئاسة في ذلك اليوم عندما قيل له إنه لن يعود إلى واشنطن. وكان بوش مصرا على أن طائرته يجب أن تعود إلى العاصمة، بينما كانت ترد تفاصيل جديدة عن الهجمات الإرهابية. وبدلا من ذلك، وبناء على نصيحة كبار موظفيه وجهاز المخابرات، اتجه الطيارون إلى قاعدة عسكرية في لويزيانا. وبحلول ذلك الوقت وردت أخبار عن ضرب طائرتين برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، بالإضافة إلى تعرض البنتاغون للهجوم. وكان من المحتمل أن يكون البيت الأبيض أو مقر الكونغرس الأمريكي هو الهدف. وكان بوش في ذلك اليوم في فلوريدا للحديث عن التعليم، وقبل وقت قصير من بدئه بالتكلم أمام أطفال في 7 من العمر أخبره بما يحدث. يقول كبير الموظفين: مشيت نحو الرئيس من الخلف، انحنيت وهمست في أذنه اليمنى، اصطدمت طائرة ثانية بالبرج الثاني، أمريكا تتعرض للهجوم. يقول أندرو كارد معلقا على ما يحدث بعد ذلك: كانت مهمتنا التأكد من أن أفغانستان لن تأوي الإرهابيين، وها نحن الآن عشية الذكرى لا نقوم فقط بإيواء الإرهابيين بل إننا نرحب بهم. المأساة اليمنية، تحت هذا العنوان كتبت جمانة فرحات مقالها المنشور في العربي الجديد. يدفع اليمنيون منذ عقود ثمن المغامرات السياسية والعسكرية الفاشلة، لكن الأثمان منذ انقلاب الحوثيين في عام 2014 وما تلاه من تدخل عسكري فاقت قدرتهم، حولت حياتهم رأسا على عقب. تكفي بعض الأرقام للدلالة على ذلك. أحدث تقرير تلقاه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل مقتل أو إصابة 18,000 مدني يمني جراء أكثر من 23,000 غارة منذ 2015 بمعدل 10 غارات يوميا. لم يوفر الحوثيون بدورهم المدنيين جراء تعمدهم قصف الأسواق والمطارات وحتى مخيمات النازحين. وهؤلاء ليس سوى جزء من 200,000 قتيل منذ 2015، بينهم ما يناهز 100,000 قتيل لأسباب غير مباشرة كالتجويع وأسباب كان يمكن تجنبها كقلة الخدمات الأساسية. يدرك جريفيث وغيره كل هذه الحقائق وخطورة هذه الأرقام، وأن من لا تقتله الحرب معرض للموت بسبب تداعياتها. كما يعلم الجميع جيدا أن الأزمات لن تحل سواء قلت التصاريح أو تعددت، لأن لا إرادة لدى أي من أطراف الصراع الداخلي لوقف الحرب. فحتى اللحظة لا يوجد ما يدفعهم إلى ذلك، فلا يشعر الحوثيون بأنهم في مأزق، بل على العكس يعولون على تحقيق مزيد من المكاسب العسكرية لترجمتها على طاولة المفاوضات السياسية متى ما حانت اللحظة المناسبة لذلك. والشرعية ترى في استمرارية الحرب منفذا وحيدا لبقائها، لأن أي تقاسم للسلطة ستخرج منه خاسرة بمقاييسها. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت مجموعة من الصور التي توثق الأحداث اليومية، فلنتابعها في جولتنا المصورة.
وهناك أيضا العديد من رسوم الكاريكاتير التي نشرت في الصحف والمواقع الإخبارية، فلنتابع. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.